الحليم الحكيم يتلوها على مسامعنا الشيخ. ما من ذنبك وما أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود سينا حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها صدق الله العظيم. خدامين معاهم واللي خصتهم في التلميح اللي كنفذوها والان نديروا تحيه للبرنامج. اخوان اللي في المعارضه كتب 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 ما تخلي حتى واحد لك سنه باش تلقى ما تقول. المناضلين اللي معنا وقلنا عندنا 24 منتخبه منهم ثلاثه اللي نزلوا للميدان وصلنا لهذه النيات. هاي وصلنا لهذه الذي تتعرف المراه هنا بالاقليم سواء على المستوى البروج للخدمات الصحية وكذلك التعليمية أو حتى على صعيد الوصول إلى مراكز القرار المحلي. وفي الختام وتأسيسا على الإرادة الملكية السامية الهادفة إلى تبوؤ المرأة المكانة المرفوقة والمكانة التي تستحقها. نساء الحزب حركة السيدات والسادة أعضاء الحزب المحترمين، السادة أعضاء المكتب الإقليمي، السادة أعضاء الشبيبة الإقليمية، السيدات أعضاء منظمة الشبيبة النسائية الإقليمية لحزب الحركة الشعبية، الحضور الكريم. إن العلاقة التاريخية لحزب الحركة الشعبية بإقليم سيدي قاسم لا يمكن تجاهلها مطلقا. ونتيجة لبعض الأحداث تراجع هذا سيكون في مستقبل سياسي كبير باقليم سيدي قاسم. احنا كننظر هدية محبة وشكر وثيقة. قلت له زوين تقول شي كلمة قالت ما عندي ما نقول قالوا كل شي. بخلوا ويدو وبلبس بخلوا لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma